أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اليوم سوف نتناول موضوعا هاما جدا، ألا وهو أنيزوكونيا. أنيزوكونيا in Arabic عدم تساوي حجم الصورتين في مركز الإبصار في المخ. وهذا موضوع في الحياة العملية كثير ما يتكرر. ناس كتير عندهم refractive errors، بيروح فني البصريات بده يعمل full correction، بينسى انه الكونكيف لينز تعمل مينيفيكيشن والكونفكس لينز تعمل ماجنيفيكيشن. العدسة الموجبة بتعمل ماجنيفيكيشن والعدسة السائلة بتعمل مينيفيكيشن. يعني تلقائيا مجرد ما حطيت النظارة بهذه الوصفية أصبحت اختلاف الصورة في مركز الإبصار في المخ حتمي. والقاعدة بتقول in adults a difference between the size of the two images more than 5% is difficult or impossible to be fused. صعب انه يعمل فيوجن بين الصورتين. يبقى الناس مش فاهمة، عشان يعني الموضوع بحساب انه موضوع بس correction وبعدين مش مهم بعد هيك. لا، مهم بعد هيك. اي فرق في الصور له مشاكل. واضح؟ طيب، يبقى أنيزوكونيا في التعريف بتاعها this is the condition wherein the size، مش بس size and shape of the two images in the two eyes are unequal. shape والsize، يعني مش بس السايز، الحجم، والحجم أهم كمان الشكل. يعني مثلث مع مستطيل كيف ينطبقوا على بعض مثلا. It occurs commonly and probably can give rise to a distressing symptoms. يعني قصده هو بيقول distressing يعني مزعجة أو يعني متعبة أو محزنة. Its importance in the causation of eye strain is difficult to assess. يعني مش صعب إن واحد يوصف لك إيش بيسووا من ناحية الأي سترين. يعني إيش كثير؟ عدم تساوي حجم الصورتين بيعمل اللي هو أي سترين صورة كبيرة. طيب causes، ما هي الأسباب؟ الأسباب بيقول لي أول سبب refractive، يعني refractive difference between the refraction of the two eyes. عين ميوب وعين هايبرمتروب. عين لو ميوب وهاي ميوب، والعين الثانية هاي ميوب. عين لو هايبرمتروب وعين هاي هايبرمتروب. عين إيميتروب وعين أستيغماتيك. يعني زي احنا ما قلنا زي الأنيزومتروبيا. الأنيزومتروبيا مختلفة جدا. طيب اللي احنا نأكد عليه انه كلما زاد الفرق بين القوة البصرية للعينتين زاد الفرق، كلما زادت الأنيزوكونيا، والعكس صحيح. تناسب ايش؟ طردي. ها بقول كلما زاد الفرق بين الصورتين حجم الصورتين، كلما زاد الفرق بين القوة البصرية للعينتين كلما زاد اختلاف الحجم الأنيزوكونيا، والعكس صحيح. يعني مثلا العين اليمين ماينس 1، العين الشمال بلس 1، هاي فرق. طيب العكس، هذه ماينس 2، العين الثانية بلس 2، الفرق أكبر في ريفراكشن والفرق أكبر في حجم الصورة. طبعا هذا في حالة الكوريكشن لما بلبس نظارة ايش؟ مصححة وأعطيه الفول دوز. طب الآن هذه ماينس 3 وهذه بلس 3، طبعا الاوبتيكال باور صار فرق فيها أكبر في الريفراكشن، وبالتالي في حجم الصورة لو أعطيته نظارة حيكون أكبر، لسبب إنه هذه العدسة اللي بعطيها هنا للرايت آي تعمل مينيفيكيشن، والعدسات اللي بتعمل هنا إيش؟ تعمل مينيفيكيشن. يبقى إحنا الآن نقول حتى بدون تصحيح الميوب بشوف صورة أكبر من هايبرمتروب.
الميوب شوف صورة أكبر من الهايبرمتروبيا. يبقى أنا الآن أول ما ألاقي أنايزومتروبيا أقول حتى بدون تصحيح إنه فيه أنايزوكون. قليلة بتكون الفرق قليل، كبيرة الفرق في الريفراكشن بكون الفرق إيش؟ في الأنايزوكونيا كبير، وهكذا. هي السبب الأول. وهذا الموست كومن. طيب أنا بدي أسأل، هل في ناس في الريفراكشن الـ two eyes equal 100%؟ أكيد لا ما فيش. ما تقول لي بشوف 6 على 6. هل 6 على 6 ولا 6 على 6؟ في فرق كبير بين الـ 6 على 6 والـ 6 على 6. يلا، فرق كبير. طب لو عملت أنت ريفراكشن مظبوط، إلا يكون في كوارتر دايوبتر، هاف دايوبتر، 0.75 دايوبتر، 1 دايوبتر، فيش ناس ايزومتروب 100%، وبالتالي فيش ناس اللي هو ايزومتروب وايزوكونيا 100%. يعني لانه الايزومتروبيا تعني الايزوكونيا، سيبك من الان الحذف، ايزومتروبيا عكس انايزومتروبيا. الايزومتروبيا رير والايزوكونيا رير. مش بقول مش موجوده، ما موجود، بس واحد في 10,000. واضح؟ زي الأورثوفوريا. كام الأورثوفوريا في الناس؟ الأورثوفوريا قليلة جدا. معظم الناس عندهم هيتروفوريا. بديش أقول أنا يعني هيترو تروبيا، هيتروفوريا. معظم الناس عندهم هيتروفوريا، صح؟ ليتن سكوانز ديفيشن إكزو أو إيزو. طيب يا بقول لي في direct proportion and is therefore present in some degree or in most cases of anisometropia the diabetic image formed on the retina إلا ما يكون في فرق في optical power وبالتالي في حجم الصورة. السبب الثاني size of the image will govern essentially في موقع second nodal point from the retina. وين السيكند نودال بوينت هذه؟ احنا عندنا تو نودال بوينتس في العين، انتيريور وفي بوستيريور. مرات البوستيريور بكون هنا او هنا او هنا او هنا. موقع البوستيريور نودال بوينت او السيكند نودال بوينت قدام الشبكيه شويه اكثر اكثر، أو ورا شبكية أقل أكثر أكثر، وهكذا. Second nodal point. طبعا يختلف من إنسان لإنسان موقع السيكند نودال بوينت، لأنه هذه تعتمد على موضوع الماجنيفيكيشن. ماجنيفيكيشن يعني لما تكون سيكند نودال بوينت قدام الشبكية بتكون في ماجنيفيكيشن، ورا الشبكيه بيكون في مينيفيكيشن، بيكون اللي هو هايبر متروبي. يعني هايبر متروبي، وبالتالي ينبني على هذا انه احنا بنعمله كوركشن باللي هو لينزز. اللينز اللي بنعمل فيها كوركشن هي هذه مهمه جدا في الافكتيفيتي اوف كوركتنج لينزز. وات از ذا افكتيفيتي اوف كوركتنج لينزز؟ ايش الافكتيفيتي اوف كوركتنج لينزز؟ افكتيفيتي لينز افكتيفيتي. موضع العدسه عندما تقترب من العين او تبتعد من العين. البلس لينزز كل ما اقتربت من العين كل ما الافكتيفيتي بتاعتها قلت ولا زادت؟ قلت. والبلس لينزز كل ما ابعدت عن العين كل ما زادت الافكتيفيتي. طيب الماينس لينزز كون كيف؟ كل ما قربتها من العين كل ما الافكتيفيتي زادت، كل ما بعدتها من العين كل ما الافكتيفيتي قلت، وهكذا. يبقى الافكتيفيتي اوف ذا لينز اللي كوركتنج لينزز مهمه جدا، وبالتالي
هذا توجيه للناس البراكتيشنرز في الاوبتومتري انه ارحموا الناس لما تلبسوهم نظارات، لا تجعلوا همكم جمع النقود. يعني اول ما تشوفي واحد طفلة او طفل ماينس 3 في عين وبلس 3 في عين لا تتسرعي انه تعملوا فول كوركشن، لانه انت بالبلس 3 كبرت كتير، بالماينس 3 صغرت كتير، حجم الصورة طلع مش مؤتلف ابدا، حجم الصورة الصورتين في المخ مش مؤتلف، وبالتالي الفيوجن هيبقى very difficult or impossible. عملتي وانزوكون الموضوع مش بيع، مش بيع، احنا مش تجار بدنا نبيع، احنا ناس بدنا نريح الناس، نريح المرضى. فاما نريحهم بحق واما نتركهم لغيرنا يريحهم، وهذا من اخلاقيات المهنه يا بنات، من اخلاقيات المهنه، اما انه احنا نريح الناس بحق او لا نفعل شيء ونتركهم لمن يستطيع ان يريحهم. والله عز وجل بيقول ايش؟ وفوق كل ذي علم علي. فيش واحد يدعي انه هو السوبر في العلم. الاشي اللي احنا قادرين عليه نعمله، واللي مش قادرين عليه ندل الناس على من يستطيع ان يعمل. صح هيك؟ طيب. السبب الثالث، وهذا سبب اناتومي، اناتوميكال، هو بيقول لي يعني ثابت في الدراسات انه عدد الكونز في العين كلما زاد كلما ادى الى صوره اكبر، وكلما قل العدد كلما ادى الى صوره اصغر. فهي مثلا صوره الكونز مور وايدلي سيباريتد، يعني شوف اللي هو المسافة بين الكون والكون كبيرة نسبيا، هذا بيطلع منه smaller image على الشبكية، smaller image صورة ايش؟ مصغرة. طيب نشوف الكونز اللي هنا، واضح انه هذه ايش؟ less widely separated، يعني مزدحمة أو متقاربة، مزدحمة أو متقاربة، حيعطي هذا larger image على الشبكية، larger image. يبقى هو بده يقول لي في موضوع الأناتومي إنه ممكن إنه يكون الريفراكتيف باور نفس الإشي، يعني ممكن تكون مثلا هذه بلس 1 وهذه بلس 1، الريفراكتيف باور ذا سيم، لكن عدد الكونز في عين اليمين مثلا اكثر من عدد الكونز في الشمال، العدد الكونز الاكبر في اليمين اعطى صوره اكبر نسبيا، لكن بقولش انا نسبيا يعني 100%، لا 1% 2% عن الثانية، فتلاقيه تعبان. تعمل ريفراكشن نفس الريفراكشن، كوركشن نفس الكوركشن، لكن لا بقول لك أنا لا عيني هذه أوضح كثير، عيان بقول له بنعطيه الكوركشن هنا، بقول مهما تحاول مع الثاني بقول له أنا العين هذه دوميننت آي أكثر من هذه، دوميننت يعني إيش؟ سائدة، زي اللي بكتب باليمين وبكتب بالشمال، اللي بكتب باليمين بقول له رايت هاندد، اللي بكتب بالشمال بقول له ليفت هاندد، وهي عمليا فعلا يعني اليد اليمين في الناس اليمينيه زي حالتي اقوى بكثير من الشمال، حتى لو بدي انا اعمل عمل مش الكتابه عمل مركز بقدرش اعمله بالشمال، يعني ماوس الكمبيوتر الان صعب اني انا امسكه بالشمال، يعني اني اوجه بالضبط بالشمال كل توجيه باليمين. فهان فعلا في عين تستلم، ولربما انه الموضوع هذا موضوع عدد او تقارب الكونز
يكون هو يعني هو السبب. يبقى ما هي اسباب الانيزوكونيا؟ اول حاجه الفراكتيف. اول شيء الفراكتيف. بعدين الماجنيفيكيشن والمينيفيكيشن بتاع الكوركتنج لينزز. بتاع الكوركتنج لينزز دير بالكم. الكوركتنج لينزز الان من هنا ورايح اعملوا حسابها 100 مره. قبل ما تحط اللينز افهمي هتكبر ولا هتصغر. والفرق بينها وبين الثانيه. تنسوش الكلام هذا. هذا امانه معكم. الموضوع مش بيع بيع نظارات. احنا مش ناس جعانين بدنا ناكل بس يعني عيشنا من النظاره. يا نعطي النظاره بحق ربنا يا بلاش منها. الثالث ايش؟ الاناتومي. عدد الكونز. طبعا الكونز بيتبعوا باي بولر وبيتبعوا جانجليون سيلز. طيب. بقول لي في الناس انه سلايت تشينجز موجوده عند معظم الناس. في حدود واحد 1% 0.5% 3/4% 1% لا هو بيقول لي سلايت تشينجز في السايز والشيب في الايمج ار اوف كونستانت اوكيرنس. ايش كونستانت اوكيرنس؟ شائعة الحدوث اند ار ريسبونسبل فور ستيريوسكوبيك انتربريتيشن اللي هو 3 ديز الابعاد الثلاثيه. But these are of very small order. Order درجة يعني. يعني بين العينتين 0.25% إلى 1%. لأن أنا هذا اسمه slight changes. خليني أقول هنا درجات الأنيزو. The grades of أنيزو. في سلايد 2 نوتيسيبل ديجري نوتيسيبل اعلى من سلايد ملحوظ ملحوظ يعني اكبر اوف انيزوكونيا موجود في 20-30% اوف بيبل هو وير سبيكتاكلز. ايش يعني؟ في لابسين النظارات 20-30% منهم بيعانوا من الانيزوكونيا وتعبانين. يعني سؤال يتبادر الى الذهن. ناس عاديين بقول لك انا عملت نظارتين لكن انا تعبان. فسروا لي اياها. بقول انا عملت نظارتين هو بيتهم الاخصائي اللي عمل له انه ما عمله صح. هو الاخصائي اللي عمل له مش فاهم الانيزوكونيا. هو الاخصائي اللي عمل له بحساب انه مجرد انه هو ما حاط له الجلاسز حسب ما الكمبيوتر قال له الاوتوريفراكتوميتر انه هو عمل اللي عليه ومش فاهم حكايه الماجنيفيكيشن والمينيفيكيشن. لو حط بلس واحد هنا وماينس واحد هنا هي صار تو دايبترز فرق. قديش تو دايبترز عملوا؟ قديش فرق؟ حوالي 4%. هاي مصيبه. عملوا 4% طبعا مش حيرتاح. وهو بيشكو ماسك النظر بيقول يا عمي والله انا عملت نظارتين ولا ثلاثه وانا اني تعبان انا مش مرتاح بنظاراتكم هاي. مين اليد الحانيه؟ اليد الحانيه اللي هي تمسك النظاره وتعيد الاسسمنت التقييم وتحطه في وضع الكومفورت. انتوا ان شاء الله انت. طبعا هذا يعني شيء انا فخور فيه. انا فخور فيه انه يكونوا طالباتي هم سبب الراحة في المجتمع. دائما أتمنى لكم إن شاء الله يعني اليد البيضاء يعني إن شاء الله. طيب أين توجد أو في من توجد الأنيزوكونيا؟ حالات تواجدها توجد بكثرة حيث توجد الأنيزوميتروبيا وكأنه تنتين توأمان. اثنين توأمان لو وجدوا الأنيزوميتروبيا هيوجدوا معها الايش؟ الأنيزوكونيا قاعدة. لأنه اختلاف الريفراكتيف باور سواء عملنا كوركشن أو ما عملنا كوركشن هيبعت كل عين صورة في الحجم والشكل تختلف عن العين الثانية. يبقى وجد
يبقى مرضى الانيزومتروبيا هم مرضى الانيزوكونيا. اينما وجدت الانيزومتروبيا وجدت الانيزوكونيا. طيب الثانيه سكوينت سترابيزمس، بيقول لي differences from 5 to 15% have been found in which case anisocornia has an important difficulty on treatment and prognosis of condition. وعايز اسال حضراتكم ايش العلاقه بين سترابيزمس وبين الانيزوكونيا؟ طيب ما هو لو عين طالعه اكزو او ايزو خالص ما هو يونو يونو كلر مرتاح مش راح تتطابق مع الصوره. ما فيش انيزوكونيا وكتش تيجي الانيزوكونيا يكون فرق لو كانوا بتطلع على نفس الشيء يعني بس الحجم ديفرنس امس ديفرنس ايش امس يعني من وين بيجي من وين بيجي الديفرنس هذا اللي عند سترابيزماس بيكون كل عين في بتطلع على صوره مختلفه عن العين. طيب وبالتالي طب السجن فيوجن الاكوموديشن اللي بتبذله مختلف الاكوموديشن مختلف والكوركشن مختلف وبالتالي سترابيزماس انا لو بدي انا اجي اعمل له كوركشن اكيد هيكون في اختلاف في الباور اوف جلاسز. يعني بعد ان عملت سايكلو ما سايكلو لقيت عين بلس 5 وعين بلس 7. انا عشان اعمل باينوكرا سنجل فيجن لاستربيزميك بدي اعطيه الفول كوركشن هذا خاصه الاطفال اللي معهم ايزو بدي اعطيه هنا بلس 5 وهنا بلس 7. ايش عملوا بلس 5 و 7؟ عينهم انيزوكونيا في بينهم 2 دايوبترز. يبقى اصبح الان هو بيقول لي من الاسباب او الحالات اللي الانيزوكونيا كومون فيها موجوده حالات الحول. حالات الحول. الحاله الثالثه الصارخه يوني اوكولار افيكيا. يعني العين اليمين العين اليمين تبارك الله العدسة فيها وإيمتروب. العين الثانية الملاكم بلاكم وبضرب راحت ساقطت العدسة صار بلس 14 هايبر متروبيا. بلس 14 ايش؟ هايبر متروبيا في حين انه هذا إيمتروبيا. طيب لو سبناه من غير كوركشن العين هذه شايفه 6 على 6 وصورتها تمام والعين هذه شايفه 3 على 60 وصورتها صغيره 3 على 60. طيب لو عملت كوركشن بدي اعطيه اقل شيء بلس 2 12 اسف بلس 12 اعطي لهذا دي اس وهذا اعطيه بلانو. ليش بلانو؟ لانه مش محتاج العدسه في عينه الشمال قاعده كويس الاصليه كريستالينيس. طيب لكن هذا اعطيته بلس 12 ايش عملت بلس 12؟ ماجنيفيكيشن. قليل ولا كثير؟ كثير هاي ماجنيفيكيشن. طيب يلا هل الفيجوال كورتكس السنتر بتاع الفيجن في الكورتكس بيقدر يعمل فيوجن لا بس هو فرق كبير للرايت والليفت في الحانه بيقدر. يبقى هذه حكايه الانيونو يوني اوكولر افيكيا اينما وجدت وجدت الانيزوكونيا اينما وجدت سواء مصححه او مش مصححه. فانا سميتها الكونديشنز in which anisocornia is present او حالات تواجد الانيزوكونيا. الحاله الاولى انيزومتروبيا ملازمه لها
في انيزومتروبيا في انيزوكونيا. زغرت الانيزومتروبيا زغرت الانيزوكونيا. كبرت الانيزومتروبيا كبرت ليش؟ الثانية سكوينت. صححناه ولا ما صححناه في اللي هو انيزوكونيا. الافيكيا لازم يكون في انيزوكونيا. يوني اوكولا في عين واحدة. طيب. الان بدنا نشوف من حيث السيمتري التناظر ما هي انواع التناظر انيزوكونيا ديفرنسز. انا في عندي حاجه اسمها سيمتريكال انيزوكونيا او اسيمتريكال انيزوكونيا. سيمتريكال واسيمتريكال. سيمتريكال انيزوكونيا بقول لي وان ايمج is larger than the other. واضح انه الصوره 2 اكبر من واحد في الدايمنشنز. القطر للقطر والقطر للقطر والضلع 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 كله اكبر، لكن في نوع من السيمتري تناظر، يعني تناظر انه تشابه كبير. زي ما اجيب صوره برواز واحط فيه الصوره داخله، صح انه البرواز اكبر من الصورة، لكن واضح انه ماشيين مع بعض. ماشيين مع بعض بنفس الانتظام، فيش واحد فيهم يعني مثلث واحد مربع مثلا. مش جايب مثلث مربع في بعض، انا مش جايب متوازي اضلاع وجايب دائرة جوا، نفس الشكل بس الحجم. ايوه الحجم بس. هذا اسمه سيمتري. سيمتري تناظر. وربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم. أي متناظر سيمتريكال. العين زي العين، تم هذا الأنف، اليد زي اليد. في لو إحنا بدنا نقيس بالمتر، لا في فروق في نفس الإنسان، إلا ما تلاقي قدم نص سنتي ربع سنتي سنتي، إلا ما تلاقي الكف تلاقي الهوميرس الفور آرم، هتلاقي في حاجة. لكن في النهاية هذا كله في إطار السيمتري. حتى في الأخلاق في سيمتري، حتى يعني في الصداقات، في الصداقات. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة، فما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. كيف هذا؟ في سيمتري. واحد بيقول لك والله انا صديق فلان انا منسجم معه 100%، انسجام هو السيمتري. بعد فتره تلاقيه تركوا بعض. ليش؟ بيقول لك والله خلص بطلت انسجم معه، صار اسيمتري. يبقى النوع الثاني الاسيمتريكال. Asymmetrical, the image being distorted. إيش distorted؟ مشوهة، مطعجة، مبعجة. In some degree, it may, for example, be progressively larger in one meridian, smaller in another. The effect resembling that produced by a prism, can collapse a prism, its shape may be progressively distorted. أي الصورة هذه مثلاً؟ الشكل الأول واضح إنه مربع إلى حد ما، لكن مشوه من هنا، مش 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 ماشي صح هيك جاي. طيب الشكل الثاني مخمس، عين نقلت واحد وعين نقلت اثنين. هذه الصوره سيمتريكال ولا اسيمتريكال؟ اسيمتريكال. على بالكم البرين عشان يعمل فيوجن بيعمل فيوجن للسيمتري ولا للاسيمتري؟ طبعا بيقبل هذه على بعض العلل، مش 100% في فرق يا اخي مبين، بس هي يعني قادر البرين انه يتغلب عليه. لكن هنا لا 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 ينكر، لا لا ينكر، لا برضاش برضاش بالصوره هذه. طيب ايش بشوف بالاسيمتري؟ في الاسيمتري، لا في الاسيمتري بشوف ديبلوبيا او سبريشن، هتشوفه جاي يعني. لا برضاش خلاص، يا عين بتسكرها عشان اشوف الاثنين واضحه، يا اما بصير اشوف صورتين متناقضتين.
طيب symptoms of anisocoria، ما هي اعراض الانيزوكونيا؟ وهذا صار مرض صح؟ صار مرض بس ايه في الفيجوال سيستم، صار مرض الان اللي هو symptoms، يعني احنا الان في مرض. في عندي 5 types of symptoms، 5 انواع من الاعراض. في اعراض بصريه فيجوال، 1. في اعراض الاي سترين وتوابعها، 2. في اعراض الزمان او الظروف، المكان والزمان اللي بتزيد الانيزومتروبيا. طيب النوع الرابع من الاعراض، اعراض البينوكولار سينجل فيجن فيلير وسبيشال بيرسبشن، الادراك المكاني. اخر شيء اللي هو appearance of anisoconic patient، المظهر الخارجي. طيب نشوف، نبدا بواحده واحده. فيجوال disturbances، اضطرابات بصرية، هذا النوع الأول. blurring of vision، تشويش. difficulty of fixation، لا يستطيع أن يعمل fixation البعيد أو القريب لمدة، بيتعب برضاش ما لا يستطيع التركيز. 3 tendency to diplopia، يعني intermittent، أحيانا مع التعب بيشوف double vision. و tendency to squint، intermittent strabismus، intermittent في آخر اليوم الأنيزوكونيك يشوف صورة 2 شوية صغيرة ويروح، لما يرتاح هيك يتضايق بقول أنا أبصر شمالي، ولما يرتاح بتروح intermittent. يبقى 4 أشياء: blurring of vision، difficulty of fixation، وtendency مرة للديبلوبيا، وtendency مرة للسكوينت. طيب النوع الثاني من الاعراض الاي سترين وتوابعها، consequences وتوابعها. طبعا عيان مشكل من فوتوفوبيا، بيحبش الضوء، وجنرال اوكولر ديسكومفورت، هو بقول لك عيني مش مرتاحين، عيني تعبانين، مش عارف اقرا، مش عارف اشوف التلفزيون، انا تعبان، عيني تعبانين. بعد هيك لو استمر حيلاقي في هيدكس، وهيدكس جامع هيدك، لانه مش في مكان واحد، في فرونتال هيدك، في اوكسيبيتال هيدك، في فيرتيكال هيدك، في تيمبورال هيدك. واضح؟ يعني احيانا بيجي بيقولوا انا عيني وجبيني بيجعني، احيانا بيقول انا الجنبين اللي هم بالبلدي ايش بيقولوا عنهم؟ المدغات، بيقول انا المدغات الاثنين بيجعوني. واحد بيجي بيقول لك انا في قفا راسي في الم، في مرات بيقول كل راسي فيها ألم. يعني هو بتناوب بتناوب حسب بتناوب مره بيجي مره متغير. يعني من الاي سترين انه جنرال نيرفس مانيفيستيشنز، وهذه احنا اخذناها في الفراكشن 1، تلاقي هو نيرفس، لوس اوف سليب، في عنده نايت ميرز، في عنده يعني ان بيشنس، الصبر وشيء وكذا، هو متوتر، زعلان، إشي كذا. دكتور الهيدك ممكن يكون constant و intermittent؟ حسب. سكان هاي أنيزوكونيا بيكون constant، سكان لو بيكون intermittent. شكرا على السؤال. طيب من السيمتومز حسب الظروف، كلمة aggravation أي تفاقم وزيادة. إيش اللي بيعمل frequent aggravation للأنيزوكونيا؟ frequent aggravation، excessive reading، excessive watching of television and cinema، كمان moving objects،
موفينج اوبجكتس، يعني واحد في السفر قاعد مثلا شباك السياره بيشوف الطريق بيلاقي حاله انه ازداد مع الاعراض اللي شفناها قبل. الديبلوبيا، الانكمفورت، التايردنس، بلارينج اوف فيجن، كلام زي هذا ازداد. يبقى هذه انا سميتها يعني في سيمتومز الظروف الزمانيه والمكانيه. بقرا كثير، شوف شاهد التلفزيون مده ساعتين ثلاثه، مسافر في رحله في سياره سريعه، شوف جنب الطريق. الاعراض الرابعه الباينوكولار سينجل فيجن، نشوف. بقول سمول ديفرنسز وذين 0.25%، يعني ربع كوارتر في المية، ربع في المية فرق are generally appreciated. هذا no effect، يعني كل هيتنا عندنا ربع أو نص. إحنا عندنا كلنا عندنا mild anisocon، شيء عادي يعني، في حدود ربع في المية من مية لعند واحد في المية عادي يعني، ممكن نحملها. طيب القاعدة بتقول إنه الديفرنس up to 5% can be compensated by the plasticity of the visual receptive system، يعني جهاز الإبصار ممكن أن يتغلب على فرق أقصى 5% بين حجم الصورتين، أقصى 5%، خاصة في الأطفال، كل ما كان أصغر في السن كل ما تغلب أكثر على 5%. بس هذا بده يقول لك إنه هذا الأبر ليميت. إيش أبر ليميت؟ الأعلى أحسن، الحد الأعلى. طيب بس السؤال اللي بدي أسألكم إياه، هل إنه هو بتغلب على 5% بسهولة ولا بصعوبة؟ بصعوبة. يعني أضرب لكم مثال، بيت في أب وأم كل يوم مشكلة، المشكلة يعني ربع ساعة وتنحل، نص ساعة وتنحل، لكن ثاني يوم هتيجي المشكلة ثانية، ثالث يوم هتيجي المشكلة ثانية، إلى أنه تجد حلال. ترفع حلال مشاكل، حلال يعني خبير بالمشاكل، يجي يقعد يحل المشكلة من أساسها، وإلا هتفضل المشكلة لكن لا تؤدي إلى الطلاق، لا تؤدي إلى الطلاق. إيش الله عز وجل قال في هذا؟ قال وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، يريد إصلاحا يوفق له. يبقى لازم المشاكل هذه بدها حلال، إذا لم تجد الحلال فتبقى الخمسة في المية. صح الفيجوال سيستم أو الفيجوال ريسبتيف سيستم قادر يستوعبها لكن بتعب، لكن بتعب. طيب الآن الحالة الثالثة، when the difference is in excess of 5%، بقول لي في impossible fusion، impossible أو very difficult أو impossible fusion. طيب الأعراض الخامسة اللي هي appearance of anisoconic patient، يعني إيش هيكون مظهره؟ الآن خلونا مسرح، يعني أقول لكم مثلا الآن واحد البيج تو، ايش بيج تو؟ الاصبع الكبير في قدمه مكسور، بيمشي، هو بيمشي، بيقدر يمشي، لكن بلكو يعني بيمشي طبيعي؟ اللي اصبع رجله الكبير مكسور كيف بيمشي؟ الا يعرج. يبقى هذا في ابييرنس، في مظهر، لا في مظهر لفراكشر او بيج تو، بيعرج. بس انا قلت لكم كيف يعني،
طيب الانسان اللي عنده انفلونزا كيف مظهره؟ مجهد. انت بعينك من بعيد هيو هناك مفلوس قاعد ايش بتس... ايش شايفه؟ في ريد فيس وفي سنيزنج فريكوينت سنيزنج تعطيس وفي رانينج نوز النوز بنزل ايش افرازات وماسك التشو الورق للكلينكس بتقول فلوز ابعد عني وجهه احمر وبعطس و... وفي تيرس صحيح يبقى هذا اسمه ابييرنس مظهر كل شيء له مظهر زمان قبل يمكن اكثر من 30 سنه في عالم هندي اسمه داس كان مؤلف كتب جراحيه وشيء فكان يقول لنا انه التشخيص بالعين وهو الاكثر ثم التشخيص باليد وهو اقل ثم التشخيص بالجهاز وهو الاقل هو كان هيك يقول لنا انه تشخيصك بالعين بعدين باليد بعدين بالجهاز لا هو قصده بالخبره يعني الخبره يعني الاكسبيرينس لكن طبعا الان احنا ما بننكر انه الاجهزه الان وصلت مواصل لكن انا باكد انه الاجهزه بدون خبره تبقى حديد الاجهزه بدون خبره وخبراء لا الانسان هو الاصل يعني انا بجيب احسن اجهزه لبلد فيش فيها علماء ايش هيسوي فيها هيغطوها كويس هيدفوها لكن بدي اجيب اجهزه قديمه لعلماء حيجددوها مقتنعين بالكلام هذا ولا مقتنعين المهم ايش الانسان خبير واذا لقيت الخبير سلمي له بالفتوى صح الان نرجع للمظهر المظهر انه حلاقي احيانا الطفل بيعمل سبريشن بغمض عين ومفتح عين عشان يركز بيعمل كده نفس العين مش مره هيك ومره هيك لا بس الليفت اي عنده ضعيفه فهو اخذ وضع انه دائما لما بده يركز يعمل كده كانه حس بالخبره الطفل هذا انه تغميض العين الشمال اعطى اليمين good chance for clear vision هذا اسمه suppression of one eye ليهرب من البينوكرا سينجل فيجن اللي هي عامله له مشاكل لانه في انيزوكونيا مش جاي الشمال تندمج مع اليمين في الحجم في الشكل فراح هو كنسل واحده منهم عشان ياخذ الثانيه الفرصه كامله At an early stage in life, خاصة في بداية الحياة, and comfort is obtained in uniocularity. إيش uniocularity؟ بعين واحدة. اللي هي monovision. تساوي إيش؟ monovision. طيب في ناس سلم العين الضعيفة سلمت للقوية. في ناس لا العين مش ضعيفة كتير عشان تسلم. يعني مثلا الفرق بينهم يعني خلينا نقول لك 10% عين بتشوف 6 على 6 وعين بتشوف 6 على 12 السلعة 6 على 12 هذه العين ما سلمت لل 6 على 6 انه هي تاخذ الطريق لحالها لا بتنفسها فبصير هنا دبل فيجن وهذا الدبل فيجن از يعني فيري ديستريسنج مزعج وبيعمل انكزايتي بيجيني واحد مغطي عين وفاتح عين انا اخذت فكره انه العين المغطيها انه مضروبه او مخبوشه او عمل عمليه فيها او واقع عليها او ما يكون فيها ضربه مغطيها ليش؟ فتحها قال لي يا دكتور الان انا شفت كل شيء اثنين ولا شيء مكانه كل شيء اثنين هيو هذه واضحه الصوره وهذه مش واضحه هيها وهيك اسربوا
طب ليش مغطي عينك؟ قال انا مغطي عيني برتاح، بعرف امشي، بعرف اقرا، بعرف اعمل، شوف التلفزيون، لكن فتحت عيني بتصير الدنيا مشوشه قدامي. في حاجتين، واضح؟ طيب مين افضل، سبريشن ولا ديبلوبيا؟ هي في 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 ظاهرها السبريشن احسن، لكن في باطنها مش احسن. في ظاهرها احسن لانه مرتاح، بيعمل هيك ومرتاح خلاص سايق بعين واحده، لكن مش احسن انه العين هذه اللي بيعمل فيها سبريشن مع الايام حتضيع، خاصه الاطفال مع الايام حتموت، حتموت فانكشنالي مش اناتومي، لا الاناتومي موجود الحمد لله، شكلها عين بس الفانكشن ليزي اي، ديب امبليوبيا، ديب امبليوبيا. طيب تريتمنت اوف انايزوكوميا، وحقيقه انه قبل مثلا 40 years ما كانوش لاقين علاج للانايزوكوميا، ما كانوش لاقين علاج. بعدين بعد هيك فكروا فكرة جيدة جدا، انه هم وجدوا نوع من اللينزز تعمل ماجنيفيكيشن بدون باور، يعني باورليس لينزز، باورليس لينزز. ايش باورليس؟ يعني فيش فيها باور بس فيها ماجنيفيكيشن. فصاروا يقولوا مثلا انه العين الليفت اي والرايت اي بينه مثلا 4% فرق في حجم الصوره، العين هذه هي العين الطبيعيه مثلا ليفت اي نورمال، وهذه العين فيها صوره اكبر. فصاروا يقولوا احنا لو حطينا العدسة للعين هذه حنساوي بين التنتين، يعني الموضوع موضوع بس تكبير او تصغير، في عدسات بتكبر وعدسات بتصغر، هذه عدسات اسمها anisokonic lenses، اسمها ايش؟ anisokonic lenses. بنحل ايوه، يعني هذه زي ما انا شايف هنا اللي هو ناس سموها سايز لينزز، سايز لينزز او انايزوكونيك لينزز اللي هي الحجم، عدسات الحجم، ار لينزز وذاوت ريفراكتيف باور بات وذ ان اوبتيكال ماجنيفيكيشن، هاي الحيله يعني اللي وصلوا لها، دي مي بروفايد ذا بيشنت وذ ا سنس، تعطيه شعور انه في ايكوال ايمج، وبالتالي الصوره اللي بتصل للبرين تكون صوره متساويه حسب ترايل معين، يعني حسب ترايل معين. طب دكتور على اساس شو من انه نعطيه اللينس هاي حسب الماجنيفيكيشن، يعني كيف نحددها؟ والله انا شايف حسب الريفراكشن، يعني حسب الريفراكشن. لو انا الان العين اللي هذه ماينس وهذه بلس، لو اعطيت الماينس ماينس والبلس بلس، الماينس حتصغر وهذه حتكبر، هيعملوا المشكله. فهو بقول لك لا، يعني انا بدي اجي اعطي عدس اعطي عدسات اللي تساوي التكبير بدون ما تدخل الريفراكشن. بقول لك هاو تو يوز سايز لينزز، كيف نستعملها للانايزوكونيك لينزز. اف ان انايزوكونيا تيست شو ذات ذا بيشنت هاز 4% انايزوكونيا، فرق 4%، this means that the image in the right eye مثلا OD right eye needs to be magnified 4%. يبقى انا عرفت العين اللي بدها اللي هو تكبير عشان تصير قد الثانيه، اسويها to see what the effect of 4% anisocornea correction is for the patient. بقول لك بحط 4% size lens can be held in front of the right eye with the concave side towards the eye. Note that anisocornea is a binocular condition and therefore a relative measure between the two eyes
instead of magnifying the image in the right eye, equal image size are also obtained by minifying the image of the left eye. يعني أنا ممكن إنه مرات أستخدم magnifying lenses أو minifying lenses. أشوف وين الصورة الكبيرة أصغرها أو وين الصورة الصغيرة أكبر. طبعا هذا مضى فترة 20 سنة عليه وبعدين وجدوا الحل الأسهل. لأنه بتضلها برضو لينز وغلاسس. وجدوا الحل في الكونتاكت لينزز. كونتاكت لينزز لأنه ملهاش باك فيرتكس وملهاش افكتيفيتي وقاعدة على الكورنيا. والان كونكلوجن ات ماست بي سيد ذات ذا سبجكت اوف انيزوكونيا as well as some of problems of anisometropia have become to a certain degree eclipsed انتهى يعني نسبيا since the more widespread use of contact lenses. يبقى contact lenses ما نساش contact lenses إلها ميزة إنه ملاش back vertex وملاش effectivity حطها على الكون. لكن أيضا contact lenses إلها بعض المشاكل اللي هتاخدوها في اللي هو مسار الكونتاكت لينز. هنبدا في الموضوع الجديد اخر نوع من ريفراكتيف ايرورز اللي هو بريسبايوبيا. اخر اللي هو شيء هو يعني البريسبايوبيا فيها اكثر من حاجه. اول شيء ايج ريليتد. ايش يعني ايج ريليتد؟ يعني تعلق بالسن. طيب شيء ثاني بروجريسيف. ايش يعني تتقدم مش واقفه بتقفش. الحاجه الثالثه انها تعني في المقام الاول ديكريز اوف اكوموديشن. ديكريز اوف اكوموديشن كويس. هذه تعريفات يعني مهمه. يبقى بريسبايوبيا از كاركترايز as a progressive age-related loss of accommodation or accommodative amplitude. Progression of presbyopia begins early in life, possibly soon after ocular growth is complete. يعني معقول انتوا الان بادية معكم بريسبايوبيا وانتم مش دارين؟ لا طبعا. لا هو صح. لا هي بادية. ايش الدليل؟ الاكوموديشن. بالطريق يعني. انتوا كنتوا في يوم من الايام معكم 14 دايوبتر، الان دوروا قديش معكم؟ 9 زي يبقى هي ماشيه، بس وقتيش بتصير ابارنت؟ بال40 يبقى عشان هيك بقول لي بريسبايوبيا از ذا موست بريفلنت اوف اول اوكولار افليكشنز، كل مشاكل البصر يعني هي الاكثر حدوثا. صحيح في العدد يعني عدديا اكثر حدوثا؟ اكثر من المايوبيا والهايبرمتروبيا؟ والاستجماتيزم بيقول بس كان هي باديه من 18 سنه. يبقى كل البشر اللي بيعيش وبصل بعد ال 18 يعني هو صار يخضع لها. يعني زي ما بيقولوا يعني الماء تجري تحت القش. انت شايف القش عايم يعني مش واضح انه تحتي ميه لكن هو تحتي ميه. فهي من ناحيه البريفلنس كثره الحدوث of all ocular afflictions مشاكل البصر ultimately affecting 100% of the population during the normal human life span. تاثر 100% من البشر عبر لو دوره الحياه بتاعته تاريخه في الحياه. طيب الناس الايميتروب كثير ناس ايميتروب بينتهي بنير سبكتاكل كوركشن. انا بريح راسي. كثير من الناس اللي بعد 45 بيجي ما ينظر للقراي، طيب الناس المايوب لا، الناس المايوب تؤجل. كلما زادت المايوب كلما اجل استعمال النظاره للقراءه. كويس؟ طيب ما هي الخيارات للتصحيح؟ خيارات التصحيح بايفوكال ريدنج جلاسز واحد. هذه اظن شائعه بايفوكال.
وفي ناس بروجريسيف. طيب في ناس عندهم كونتاكت لينزز بيقرب كونتاكت لينزز قليل. في ناس عنده مونو فيجن انترا اوكولار لينز بيحط داخل العين بتاعته يعني عدسة بلس تكبر له في عين واحدة بس هذه طبعا قليل. في انترا اوكولار لينز مع كونتاكت لينز برضو خاصة كان هو اساسا كان كاتراكت مكاتراكت. في مالتي فوكال اي او الز الان بدل ما يزرع اللي هو مونو فوكال لا مالتي فوكال انترا اوكولار لينز. الان البريسبيوبيا صاروا يحلوها ب اللي هو بي ار كي وبليزك بي ار كي وبليزك خيراتك حتعود ترجع. بس هو بيقول لك يعني الوان الطيف والناس ازواق وميول بنلبي هذا وهذا. طيب ما هي الميكانيزم الاليه؟ طبعا ماشي احنا الاليه تكلمنا عنها كثير تكلمنا عنها كثير. هاي مثلا الصوره هاي الوضع الوضع الاول ريلاكس الوضع الثاني اكوموديتي. يلا لخصوا لي ايش بصير؟ الاولى السيرم ماسل ريلاكس زنيولز لونج هيك مشدود اللينز لسه لسه سفير يعني لسه سفير. طيب الوضع الثاني سيرم ماسل كونتراكتد الزنيولز شورت. ليش شورت؟ هاي شايفين هاي ها شورت مش لونج زي هنا ترخي واللينز مور سفير مور سفير. طيب هذا للديستانس وهذا للنير لجراية. طيب وهي نفس الاشي الصورة هذه بقول نفس الاشي. هاي الوضع الاول السيرن ماسل ريلاكسد وانا السيرن ماسل كونتراكتد. وكيف الزنيولز هنا طويلة وكيف اللينز فلات وهنا كونتراكتد. كيف اللينز ثيك وزنيوز ايش قصيره. طيب هنقف هنا ان شاء الله هنقف هنا. ايجينج اوف اكوموديتيف ميكانيزم نشوف هذا السن هيخلي هذا الكلام هو الموجود ولا هيغير في السن. شكرا لكم على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.